صباح الخير يا حلوين. النهاردة حابة أتكلم معاكم في حلقة دردشة بنات، وأنا بتمشى وسط الطبيعة الخلابة والجمال الرباني اللي أنا كنت محرومة منه طول ما أنا كنت عايشة في السيتي، وكنت بقول على نفسي أنا سيتي جيرل، أن أنا بحب السيتي لايف ستايل. بس دلوقتي أنا خلاص، أنا دلوقتي عشقت حبيت الكانتري سايد، بحب الريف. انا هنا في الريف البريطاني، كان بالنسبه لي حلم كبير لما كنت صغيره كده، واقعد اتفرج على الموفيز واقول انا نفسي اسافر والف العالم. الحمد لله قدرت احقق كل احلامي وبعيش حلمي حاليا اكتر ما كنت حتى بحلم بيه. ده ليه؟ ساعات بقعد اسال نفسي واتكلم مع نفسي، انا قدرت احقق احلامي وفي ناس تانية مش عارفة تحقق الحلم بتاعها او لسه واقفة محلك سر. خلينا نتفق ان مفيش حاجة بتيجي كده. انا سعيت واشتغلت واجتهدت على نفسي كتير جدا، لان كنت دايما عندي فيجن للمستقبل، كنت دايما بشوف نفسي في المستقبل عايزة ابقى هنا وهناك واعمل واسوي واعمل ده كله. فحطيت لنفسي خطة وقت ما انا كنت يعني بحلم بالحلم ده، كنت بصحى كل يوم الصبح حاطه جدول لنفسي، بمشي على الجدول بحقق كل التاسكات اللي انا كاتباها على الورقه عايزه اعملها لليوم ده. يعني انا كان بالنسبه لي كل يوم كانه سنه. يعني ايه؟ يعني انتي كل بدايه كل سنه عارفين ان احنا بنحط خطه عايزين نحقق ونعمل ونسوي، ونقول خلاص السنه دي انا هخس، السنه دي انا هترقى، السنه دي انا هعمل واسوي واخلي يوم ثلاثة أربعة اسبوع اسبوعين، وبعد كده يعني احلامنا بتبتدي تتلاشى وتروح. عايزه اقول لكم اللي بيتمسك بحلمه وخطته لغايه اخر السنه ده الانسان اللي هيحقق حاجه في حياته، وده الانسان اللي هيوصل لحلمه ويحقق حلمه اكتر بكتير مما هو كان بتخيل. حابة اوريكم الفرخات لو انتوا عايزين تشوفوها. فاعرفي او اعرف انت لو عندك حلم ودايما باصص عليه من بعيد هيتحقق وهيجيلك، او هيجيلك اكتر مما كنت بتتخيلي. مفيش حد بيتعب ويجتهد وما يحققش، مستحيل. انا حققت المستحيل اللي كنت اقول انا معقوله هروح واسافر والف العالم. يعني جات لي على طبق من فضه، بس الطبق من فضه ده انا كنت بجمع الفضه من زمان، كنت بعرف ازاي اشتغل، ازاي اجمع فلوس، ازاي اعمل بيزنس، ازاي يكون عندي كذا مصدر دخل. واتكلمت عن الموضوع ده في كذا حلقه من حلقات دردشه بنات، اتفرجوا على السلسله كلها يا جماعه، واكتبوا بالورقه والقلم النقاط اللي انتوا استفدتوا منها وتعلمتوا منها وحاسين ان هي هتفيدكم وتعمل لكم empowerment. كم فيديو من فيديوهاتي، كم فيديو من فيديوهات ناس تانية بتتكلم عن التنمية الذاتية والبرودكتيفيتي والكلام ده كله، انتوا عمالين بس تسمعوا قاعدين بس ما تحركتوش. عارفين فكرة اول السنة ما بنقول هنعمل ونسوي ونخلي، واول شهر يعدي، اول ما يناير يعدي خلاص الاحلام بتنزل. لا، انا مش عايزاكي كده، انا عايزه الاحلام تطلع تكبري. اي حد يقول لك على حاجه مستحيله مش هتعرفي تحققيها، قولي هعرف. انا ياما ناس كتير قالت لي مستحيل مش هتعرفي تعمليه، مش عنادا، انا ما كنتش بعملها عنادا، بس انا كنت شايفه من وجهه نظري مش معنى ان انت ما قدرتش تحقق حلمك او تحقق حاجه يبقى انا ما اقدرش، انا اقدر. فانا دايما كنت بثق في حسي في حدسي. كمان مستي ان ببقى عارفه ايه اللي هقدر احققه، او ايه الحاجات اللي مناسباني وايه الحاجات اللي مش مناسباني. دايما الكلاب بس بتلعب حواليا ففي اصوات غريب، فدايما زي ما بيقولوا ببقى ايه واثقه من قراراتي. لغايه دلوقتي انا ما حققتش حاجه او ما اخدتش قرار وندمت عليه، كل قراراتي بيرفكت، كل قراراتي انا فخوره بيها، كل التحديات اللي انا واجهتني في حياتي واخدتها وعديتها ونجحت فيها انا فخوره بيها جدا. طيب نعمل ايه بقى عشان نبدا نحقق احلامنا كمان زيك؟ شوفي حلمي غير حلمك.
انا مثلا نفسي الف العالم وما اقعدش في مكان واحد، وعايزه يكون عندي كذا مصدر دخل اونلاين، وعايزه يكون عندي كذا حاجه. انت حلمك ايه؟ اكتبيه على ورقه وقلم، ودايما خلي احلامكو على فيجن بورد، على لوحه، واللوحه دي علقوها في اوضه النوم، على المرايه اللي انت كل يوم بتقعدي تبصي عليها وتزوقي نفسك وبتحضري نفسك لليوم. حطيها في الحمام، حطيها في اي حته بتتواجدي فيها كل يوم كتير، حطيها على خلفيه اللابتوب بتاعك، على الموبايل بتاعك، على السكرين لوك بتاعه الموبايل، تمام؟ وطول ما انت عندك الفاير او الشعله اللي جواكي عايزه تحققي وتنجحي، صدقيني هتحققي وهتنجحي. بس لو انت واحده كده عماله تتفرجي على فيديوهات وتسمعي من هنا ومن هنا وخلاص، اول ما الفيديو بينتهى مفيش حاجه حققتيها، ما قمتيش حتى من السرير، عايزه تخسي ما بتلعبيش رياضه وما بتظبطيش اكلك مش هتخسي، عايزه فلوس ونجاح انزلي اشتغلي، اعملي كذا شغلانه، اشتغلي بالعشر والاتناشر والاربعتاشر ساعه مفيش مشكله، تمام؟ انت لسه في شبابك، استغلي كل حاجه، حتى لو انت في 30 40 لسه في شبابك، تمام؟ انا امبارح كنت قابلت خاله جوزي، هي وجوزها هحط لكم الصوره فوق 60 سنه ما شاء الله عليهم. قعدت انا انبهرت. بيعملوا سايكلينج كل يوم من 60 ل 80 او 100 كيلو في اليوم، بيتنقلوا من مكان لمكان بالعجله. تاني حاجه بيروحوا يقعدوا في اماكن ببلاش، وانا وادي بنعمل نفس الموضوع ده، بنقعد في بيوت كبيره وفخمه، في كذا استراتيجيه عشان تقعدي وتسافري ببادجت بسيطه. في ناس كتير بتقول ما انت بتسافري، ما انتوا اغنياء. لا، احنا معناش فلوس كتير، احنا معانا يكفينا ويغطينا كويس، تمام؟ بس ما بنصرفش منه، احنا يعني احنا ممكن بنصرف طيران، بنصرف شويه من هنا لهناك اكل، ساعات بنقعد في اوتيلات بس نادر جدا. يعني انا خلال الشهر بتاع اللي انا قضيته في بريطانيا هنا كام يوم بس هنقعد في اوتيل، لغايه دلوقتي قعدت 3 ايام في اوتيل. النهارده مثلا 23 في الشهر 20 يوم انا قاعده ببلاش، قاعده في بيوت كبيره. لو حابيني اقول لكم ازاي وتفاصيل، في لينك سايبه لكم على الانستجرام، تقدروا تحجزوا معايا فيديو كول، هقول لك على استراتيجيات السفر بفلوس بسيطه، وهديكي لينكات تفيدك جدا، توفر عليكي كتير. انا بعمل الحاجات دي مقابل، لان ده مقابل تعبي وجهدي ووقت انا كتير قعدت فيه عشان اتعلم الحاجات دي، فده مقابل وقتي، تمام؟ بديكم نصايح كتير جدا وحاجات كتيره تفيدكم فور فري. ففي حاجات طبيعي ان انا هبقى اخليها لنفسي تدخلي مصدر دخل، ده طبيعي زي ما انت بتشتغلي وبتروحي شغلك عشان تاخدي المرتب اخر الشهر. نرجع لكلامنا الاولاني، انا لما اخدت قرار السفر، اولا قبل ما اقابل ادي جوزي، انا كان عندي خطه ماشي عليها، وادي قابلني وانا ماشيه بنفذ الخطه بتاعتي. لما وافقت على ادي جوزي، كنت شايفه لما اتكلمت معاه احنا الاثنين كبار فوق ال 30، مش عيال صغيرين بقى، مش اللي هو فاهمه عارفين نظام اللي هو العشرينات، بنبقى لسه مكسوفين وبناكل بالشوكه وبالسكينه، وممكن في الفتره دي خاصه في العرب البنات ما بتبقاش عارفه ايه هي هدفها في الحياه، عايزين ايه. شويه هنا في الشرق عشان البنات بتنزل تشتغل من سن صغير، فبيبقوا عارفين هم عايزين ايه وبيبقى عندهم احلام، بس مش كلهم يعني، بس الاغلبيه. البنت في سن 18 و19 بتبقى واعيه جدا، يعني في مواعيد البنت عندنا عندها 28 و29. فانا اوريدي كنت ماشيه على خطتي، ولما وافقت على ادي لقيته ان هو مناسب الخطه بتاعتي، انا مش هغير في خطتي. احنا بنعمل شويه موديفيكيشن في خطتي وخطته عشان احنا الاثنين نبقى مع بعض، بس في الاول اصلا لما انا وافقت عليه لقيت حلمه يتماشى مع الحلم بتاعي. دي الفرخات هنا، عايزين نروح ناكل، يلا نروح ناكل فراخ واكمل لكم الكلام. فيا جماعة، أنا لما قلت لأدي أوكي إن أنت تدخل حياتي، كان هو متوافق مع الحلم بتاعي، الخطة اللي أنا ماشية عليها
من كذا سنه قبل ما قبله، فبنعمل تعديلات في خطتنا بسيطه عشان نبقى مع بعض، بس احنا الاثنين مرتاحين مع بعض وخططنا عندنا، احنا الاثنين عندنا حلم وعندنا باشون ماشيين عليه عايزين نحققه، هو عنده احلامه وانا عندي احلامي وعايشين مع بعض بنستأنس بحياتنا مع بعض. حلو ان انت يكون عندك شريك حياه تعيش حياتك معاه، تتفسحوا مع بعض، تعيشوا حياتكم. حاجه حلوه برضو او حاجه مهمه جدا ان اي حد هيدخل حياتك ما تبقيش حاطه او عامله حسابك ان هو اللي هيشيل الشيله، مش هو اللي هيشيلك، مش الشخص ده هو اللي هيحقق لك احلامك، مش الشخص ده هو اللي هيكون البنك اللي هيصرف عليكي. لا، انت لازم من نفسك تكوني كل حاجه لنفسك. يعني لو شلنا الشخص ده من حياتك، انت مكمله وعايشه وناجحه وبتنجحي وبتكسبي ومبسوطه، بتعرفي تستمتعي بوقتك لوحدك، بتعرفي تسافري لوحدك، بتعرفي تعملي كل حاجه لوحدك، عشان الشخص ده لما يجي حياتك ويكمل في حياتك حتى ان انت تبقي الشخصيه دي بيخليه يتمسك بيك ويحترمك اكتر، خاصه اللي هو شخصيه سواء عربية او غربية. بس الراجل لما بيبقى عارف ان الست او البنت قد حالها بيحترمها اكتر، بيعمل لها حساب اكتر، وبيحطها في عين الاعتبار اكتر، ودي ده كله لمصلحتك ان انت واحدة تقدري تعيشي بسعادة لوحدك. تعالي نجمع البيض ونكمل كلامنا. ما فيش بيض، هيبقى العصر ناكلهم بقى. فمعنى الكلام ان ما تبقيش عقل على حد، تمام؟ ما تبقيش حياتك موقفاها على حد ومستنيه ان الشخص ده هو اللي يحقق لك كل حاجه. انت اللي هتحققي لنفسك كل حاجه، وانت اللي تنجحي، وانت اللي تعملي فلوس، وانت اللي تخططي، وانت تعملي كل حاجه لنفسك. اي حد يجي في حياتك بعد كده اضافه، ويبقى اضافه حلوه كمان. ولو الاضافه اللي انت ضفتيها دي مش مناسباكي تقدري تتخلي عنها في اي وقت، ما تبقيش ملتزمه بيه. كل حاجه حط لها خطه، كل حاجه حط لها خطه. لما تتجوزي حتى الخلفه ويبقى عندك حط لها خطه، ما تبقيش كده يعني ماشيه بدون هدف. الاهداف يا جماعه لما بتتحط من الاول وتتبروز وتتحط بعين الاعتبار، اولا لما بيبقى عندك هدف او حلم وانت بتبقي مبرمجه مخك عليه، عندنا حاجه اسمها السب كونشس مايند، العقل اللاواعي. العقل اللاواعي ما بيفرقش ما بين الحقيقه والخيال. يعني لو انا بتخيل ان انا هسافر وهنجح وهحقق فلوس، المخ السب كونشس ده ليه سيطره كبيره جدا، العقل اللاواعي ليه سيطره كبيره جدا على العقل الواعي بتاعك اللي بيبقى صاحي وانت تشتغلي وتعملي. السب كونشس ما بينامش، طول ما انت حتى نايمه هو شغال. فالسب كونشس عليه قوه كبيره جدا ان هو يساعدك ان انت تحققي احلامك. يعني لو انا بحلم باي حاجه متخيلاها، السب كونشس العقل الواعي بيقول خلاص البنت دي عايزه الحاجه دي فبتروح تتحقق، تمام؟ فحطي هدف وخطه لكل حاجه. قسمي حياتك مجالات، قسمي حياتك سواء عاطفيه سواء اجتماعية، علمية، عملية، مالية، فاميلي واصحاب. خلينا نحط لاري عشان ينظف لنا الجنينة. نحط اوكي ايتشار اوكي يقول لنا surrounding area override schedule spot cutting
خلينا نختار اول واحد. اوكي ماشي، بدأ يتحرك. فما تخليش حلمك وهدفك مبني على حد، مبني عليكي انت بس، انت صاحبة القرار، انت عواميد البيت الأساسية. استمتعي بحياتك، استمتعي برحلتك. ودايما بفكر نفسي في بالموضوع ده، ان لان انا لسه عندي هدف واحد كبير، ده اللي نفسي احققه الفترة اللي جاية، وده اللي مركز عليه. عشان ابقى صريحة معاكو، الحلم ده ساعات بيخليني متنشنة وتوتر، وبيخليني اضيع السعادة، يعني جزء من السعادة، او بيضيع لحظات من حياتي المفروض ان انا استمتع بكل اللي حواليا ده. بس تفكيري في تحقيق الحلم ده ساعات بيخليني اضيع، او يعني مش عارفة استمتع باللحظة الحالية. بس دايما بفكر نفسي ان الحمد لله حققت احلام كتير وحققت حاجات كتيرة حلوة، فما تخليش الحلم ده يعني يضيعك او لذة او السعادة اللي انت عايشة عليها في اللحظة الحالية. فدايما ما تخلوش حلمكم بعيد قوي يأثر على السعادة اللي انتوا عايشينها الحاضر. دايما استمتعوا بالرحلة الحاضرية اللي انتوا عايشين فيها دلوقتي، استمتعوا بكل لحظة طول ما انتوا ماشيين وسط طبيعة وجمال، استمتعوا. حتى لو انتي عايشة في مكان مفهوش طبيعة وجمال، طبيعة خلابة والكلام ده كله، عينيكي خليها تلقط، عينيكي خليها تلقط الحاجات الحلوة اللي حواليكي. خليكي إنسانة حلوة وجميلة ونظيفة من جوه، هتلاقي الجمال حواليكي بيظهر. لو انتي إنسانة جواكي سواد وغل وتتكلمي كلام نيجاتيف على طول، وبتقعدي تجيبي في سيرة حد، وتقعدي يعني تشوفي عيوب الناس، صدقيني انتي هتباني، هتظهري ملامحك هتتغير، هتبقي إنسانة مش حلوة مش جميلة، هتبقي إنسانة طول الوقت بتطلع كلام سلبي، والكلام السلبي ده اللي انت حتى بتقوليه على الناس ده بيخليكي انسانة للأسف أجلي. الناس هتشوفك، يعني مفيش حد هيطلع كلام وحش والناس هتشوفه حلو. يعني زي الوردة، الوردة الحلوة بتطلع ريحة حلوة، الكاكاو بتطلع ريحة وحشة. فدايما قولي كلام حلو، ادي للناس كلام حلو، بس ما تبقيش فيك. انا من الاشخاص لما بشوف بنت حلوة، بشوف حد ناجح، بتكلم على الحتة دي، بقول له انا معجبه فيكي بالحته دي. وطول ما انت بتتكلمي كلام حلو عن الناس الحلوين، تمام، سبحان الله الكلام الحلو اللي انت بتقوليه على، يعني مثلا انت قلتي لصاحبتك الفلانيه انت شعرك حلو النهارده، سبحان الله شعرك هيبقى انت كمان حلو. الكلام الحلو اللي انت بتطلعيه من بقك، السبكونشس العقل الواعي بيسمع الكلام الحلو ده ويطبقه عليكي. ساعات بنلبس جاكيت او بنلبس لبس احنا بس مرتاحين فيه وحابينه قوي، او حتى برفيوم جايبينه جديد وحابين ريحته قوي، ونزلتي الشارع هتلاقي كل حد بيقابلك، واو انت ريحتك حلوه قوي النهارده. ليه؟ عشان انت حاسه بده، انت شايفه ده، انت مبسوطه بده. فسبحان الله فايبريشنز، هي ذبذبات كده بتطلع منك بتأثر على اللي حواليكي، فالناس بتشوفك حلوة زي ما انت بتدي كلام حلو وتبقي إيجابية. فهنوقف الحلقة دي لغاية هنا، ونكمل في الحلقة الجاية بقية الكلام. تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوها لي في الكومنتات وأنا هرد عليكم. وما تنسوش تتابعوا ستوريهاتي على الانستجرام، بنزل ستوريهات في المناظر الجميلة الطبيعية دي، ودايما بدي تيبس وعلى اللايف ستايل بتاعي. فتابعوني على الانستجرام، وحتى لو ما عندكوش اسئلة ابعتوا لي قلوب اي حاجة في الكومنتات، قولوا لي انتوا بتتابعوني منين، عشان ابقى عارفكم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.